أحسن الله إليكم شيخ. الأخت عبد الله من العراق، توفي ابنها رحمه الله، وضعوا على قبره لوحة تحمل اسمه وتاريخ وفاته، هل من بأس شيخ؟ أولا نسأل الله تعالى أن يغفر لابنها وأن يتغمده بواسع رحمته، ونوصي أختنا الكريمة بالصبر والاحتساب، فإن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه، يعني حبيبه من أهل الدنيا، ثم احتسبه إلا الجنة. وهذا الجزاء جزاء عظيم، إن الله تعالى يجزي العبد إذا صبر على وفاة من يحبه ومن يوده من أهل الدنيا، أن الجزاء هو الجنة، وهو جزاء عظيم، لكن بشرط الصبر والاحتساب. والكتابة على القبر هذه ورد النهي عنها، ورد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يكتب على القبور أو أن يجسس عليها، فالأحسن ألا يكتب على هذا القبر.